الجنسية نحو الخارج، تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، أيضا أداء القطاعات. هذا يتيح للحكومة هوامش معينة من أجل التحرك بشكل ملموس لربما اتخاذ إجراءات ضريبية جيدة تؤثر على أسعار بعض المواد المحروقات أو غير ذلك، أم أن حتى هذه القطاعات وأدائها وأداء صادراتنا وأداء أيضا تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لا يساعد؟ صحيح، في هذا الجانب الأداء ديال الصادرات ديالنا وكذا تحويلات مغاربة الخارج وكذا الإنتاج الاقتصادي ديال هذه السنة لا يساعد على أنها تكون عندنا واحد وضعية اقتصادية مريحة، لأننا كما كنعرفوا كنعيشوا واحد الوضع اقتصادي هل قلت واجتماعي يساعد صعب. أم لا يساعد؟ لا يساعد لأننا لماذا؟ نعيش واحد الوضع لأننا نعيش واحد وضع اقتصادي صعب على المستوى الدولي وعلى المستوى كذلك الوطني، من خلال عندنا مشكل في القطاع الفلاحي اللي كان عنده واحد التأثير كبير ففيه تراجع، وكذلك قطاع ديال السياحة لم ينطلق الآن بشكل جيد، مازال ما انطلق بشكل جيد باش يعطينا نتائج ملموسة اللي تكون عندها واحد هامش ديال الربح وواحد هامش ديال الحكومة أنها دير توازنات. فالحكومة في هذا الجانب مطالبة أنها تخلق توازنات وتبحث على موارد جديدة إضافية اللي ممكن من خلالها أنها تخلق هذه التوازنات وتسعى إلى تقوية القدرة الشرائية للمواطنين، حيث كما قلت في البداية أن كذلك في الطبقة المتوسطة كتعيش واحد الانكماش وكتراجع بشكل كبير سنة بعد سنة بفعل السياسات الحكومية والسياسات العمومية اللي كدار كل سنة، وللأسف اللي خلقت مشاكل كبرى. طيب بالنسبة دونك للميزانية، في هذا الجانب رئيس الحكومة تحدث عن أن هناك ضغط كبير على الميزانية، ولكن مع ذلك قال نحن ملتزمون بكل ما وعدنا به في البرنامج الحكومي وسنتعاطى مع هذه الظرفية بما يلزم. هل الميزانية العامة في المغرب تساعد على اتخاذ أو فيها لنقل جيوب يمكن استثمارها في مجال التخفيف عن المواطن؟ الحكومة في قانون الميزانية الجديد يعني خصصت واحد 16 مليار ديال درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، ولكن هذه القدرة الشرائية هذه 16 مليار ديال درهم غير كافية باش أننا نضمنوا واحد نجاعة على مستوى ضمان القدرة الشرائية للمواطنين، لأن بالأساس الأسعار ديال المواد الطاقية ترتفع بشكل كبير، وهذه الأسعار اللي كنشوفوها اليوم راه ما كانش قبل منذ مايو 2012، يعني كان واحد ارتفاع مهول جدا، والاشكال الكبير هنا ممكن يكون ارتفاع اكبر مع هذه الحرب اللي كاينه في اوكرانيا. يعني هنا فاش خصنا نفكروا اننا يكون عندنا واحد مخزون استراتيجي من المواد الغذائيه والمواد الطاقيه، رغم اننا فشلنا في مجال ديال الطاقه، خصوصا ان الطاقات المتجدده قدش النتيجة اللي بغينا. دونك من بين الإجراءات اللي ممكن نديروها هنا أننا نستثمروا بشكل كبير في هذه الطاقات المتجددة، لكن نحاولوا نعيدوا هذا لا يكون له في كل الأحوال تأثير مباشر وفوري. المواطن ينتظر لربما انخفاضات في الأسعار، ينتظر إجراءات ملموسة في اليومي. صحيح، يعني ما عندوش واحد التأثير اللي هو مباشر اللي هو دونك فالحكومة خاصها تدير إجراءات استعجالية في هذا الجانب. ومن بين الإجراءات اللي ممكن هذيك المصطفى ديال لا سمير ممكن أننا نعاود نفتحوها ونفتحوا مؤسسات أخرى اللي كتساهم في أننا تكون عندنا واحد الرقابة، يكون عندنا واحد الإجراءات اللي هي ديال الضبط، ويكون واحد الأسعار يكون واحد التحكم في الأسعار، يعني تكون الأسعار بأثمنة متوسطة وأثمنة مقبولة، يعني تدخل الحكومة في هذا الجانب وتحاول طيب أنها تدير إجراءات شكرا. ملموسة، لأنه لا يمكن اليوم بهذه الإجراءات وبهذا التجاوب الحكومي أننا نضمنوا أن يكون واحد التموين للأسواق المغربية وفي سلاسل الإنتاج، يعني خص الحكومة تتخذ طيب إجراءات في هذا الجانب. شكرا لك أستاذ ياسين حقان. أستاذ حميد النهري، تتابعت لنقول التواصل
الحكومي في سياق هذه